الذكر عامل ازاي؟ ده احنا عندنا حاجات تحفه جدا في الذكر ده. الواحد كل مره يقولوا لي يا ربي ذكر لو قلته قبل ما تنام دخلت نمت دخلت الجنه، ذكر لو قلته بعد الصلاه دخلت الجنه، يا لا يحولك بين وبين الجنه الا قولها. طب بس استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، ثلاث مرات خلص، غفر له كانت ذنوب وكانت مثل الزبد البحر. عندنا حاجات حلوه جدا اللي تشبع روحك، انت مجوع روحك. احنا الجيل ده والزمن اللي احنا فيه ده، الناس اللي انا شايفاهم قدام عيني روحهم جعانه جعانه مجوعين، وهم اللي في مجاعه اقسم بالله، بعيد عن الحبيب بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ما اتعس الحياه وانت بعيد عن ربنا، ما اتعس حياتنا وما انتش مبسوط وما انتش مبسوطه، ومهما يحصل بتعيطي مش مرتاحه، ما لو نعم الدنيا عندك والله ما هتحسي بيها، بعيد عن ربنا. وده الغلط، وده الغلط. الفكره في ان الواحد يرجع لله مش عشان بس الجنه والنار، ابدا. ده في جنه في الدنيا انتوا مش واخدين بالكم منها، في جنه في الدنيا، جنه حقيقيه في الدنيا احنا مش واخدين بالنا منها. الجنه الحقيقيه اللي في الدنيا عارفين ايه؟ ان الدنيا كلها تبقى حواليك وانت ما انتش شايف غير انا حالي مع ربنا عامل ايه؟ هو انا قلبي فين دلوقتي؟ هو انا قلبي فوق عند العرش عند ربنا؟ هو انا فين من الصحاب؟ هو انا النبي عليه الصلاه والسلام هيجي يسلم عليا؟ خلي هو ده همك. النبي هيعرفني صلوا عليه عليه الصلاه والسلام. هو ده همك. يا ترى هيختم ليا بلا اله الا الله محمد رسول الله؟ هو ده همك. هو دي الحياه الحقيقيه. احنا هنا ضيوف قاعدين كده مسافرين رايحين شجره وجايين، خلصنا. احنا هنا ضيوف. لكن في الاول وفي الاخر احنا عايزين رضا ربنا، فبيتنا فوق نعمل له من دلوقتي. لكن احنا مذهولين، احنا مشغولين غفلانين كده، كان واحد منساق عقله راح، الدنيا مش عارفه وايه والاكل والشرب والبتاع فوقه، مش هي دي الحياه فوقه. كل واحد يرجع لربنا بسرعه، ظبط قرانك ظبط. والله العظيم انا جيت في يوم شفت بنت من البنات وهي بتختم كانت بتبكي جدا يعني، وفي نفس اليوم كان في مركز اسلامي عامل دعوه وبتاع مش عارفه ايه، وحضرت معاه يعني سبيل تشريف يعني كده، وانا اللي اتشرف وانا اللي اتشرف بيهم، وحد بينطق الشهادتين لاول مره وكده، ودي بتبكي ودي بتبكي. قعدت اقول يا سبحان الله، يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. يعني اللي ختمت وبتعيط دي بتعيط عشان ايه؟ فرح؟ بتعيط عشان انس؟ بتعيط عشان قلبها ربنا جعله اهاب يحمل القران. واللي اسلمت ولا اللي قالت اشهد ان لا اله مش قادره، اقول يا رب دايما الامر ده بيأثر فيا جدا بس في القلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عياط في مش فاهمينها بالعربي ولا ايه، ولكن هي كلمه تهز القلب. انت يا مسلم بقى يا فرحتي، انت يا مسلم يا مسلمه اللي بتنطقي كل يوم، حال قلبك مع ربنا ايه؟ حال قلبك مع القران ايه؟ ملناش نجاه الا هو، ملناش نجاه في العصر اللي احنا فيه ده. بدل ما نطلع كل يوم يطلع لنا اللي مطلق مراته واللي قتل مراته واللي مش عارفه رمى بنته واللي عملت مع جوزها واللي جمع ما بين اتنين، يعني اديكوا شفتوا الحلقه اللي قبل الاخيره اللي جمع ما بين اتنين. ايه؟ يا جبابره في ايه؟ جمع ما بين رجلين، حاجه مصيبه، حاجه مصيبه دي على مساء. ملناش نجاه، ملناش، انا بقول لكم ولا لنا ولا عيالنا الا القران والصلاه. افضل كده في صومعتي للصلاه حلق ما اخرش اجري. والله اعرف النساء، اعرف اخوات اللهم بارك، احسبهم من مقيم الصلاه متطهرين برضه، لانهم بيبالغوا قوي في الوضوء، يجروا شويه تستحم في الشتاء بالروح شويه على الوضوء تروح وتجري على الصلاه. موفقين احسبهم، انا شايفه حياتهم موفقين ولا بيعرفوا حاجه، ربنا اللي بيدبر لهم امور. ليه؟ هم عملوا اللي عليهم. ايه اللي عليهم؟ صلاتهم، قرانهم، ذكرهم مع الله. فيقضي الله عز وجل بقى ما دنيته بقى، هو ماليش دعوه، انا ليا اللي ليك، انت عايز مني ايه؟ يعبدون ما اريد منهم من رزق ولا يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. باخد بالاسباب،
رب بتاعتك حلها مش بتاعتي، ويكون ده حال القلب، ده يقين القلب.